فالمفروض زي ما قلنا ان الايمج ريستوريشن عندي الناس بس عملت تمام. المفروض الشابتر بتاع الايمج ريستوريشن ده احنا قلنا ان هو وظيفته يعني يعتبر هو شبيه بالظبط الجزء الايمج انهانسمنت بالنسبه للفلترز، ان هو بيعمل فلترنج برضه، بس ايه، بس هنا بيكورسبوند لايه، لايكويشن معينه تمام، على حسب انت هتستخدم انهي فلتر. مش زي الانهانسمنت العادي اللي احنا كنا بنعمله قبل كده، انت بتستخدم اي نوع فلتر انت عايزه، او حتى لو انت عايز تخترع فلتر بفاليوز معينه من عندك وتبدا تنفذها تمام كده. وكنا قلنا ان هو مش هيفرق كتير، واتكلمنا عنه وشفنا الفايل بتاع الوورد اللي كنت بعته لكم على اللاب ده، عشان ده كان يعتبر كله اسئله وده اللي المفروض هيتسلم. وكنت بعت لكم معاه ريفرنس تاني عشان تفهموا منه اكتر الحاجات بتاعت الايه، الايمج ريستريشن تمام. وبعد كده كنا قلنا ان احنا في الاخر هنعوز امبلمنت الريستريشن فلترز اللي موجوده عندي، واتكلمنا عن التو فلترز اللي هما الانفرس فلتر وايه اللي مطلوب منك تعمله تمام كده، وبالنسبه للسودو انفرس فلتر وايه اللي مطلوب برضو انك ايه، انك تعمله تمام كده. ده كان بالنسبه للايه، كان بالنسبه للتو فلترز دول. اللاب بتاع النهارده يعتبر ما فيهوش حاجه جديده، هو كل اللي عايزه انك تطبق النوع الثالث من الفلترز اللي هو الوينر فلتر تمام كده، تطبقه برضو وتطبق عليه المطلوبين اللي هو عايزهم، وفي الاخر هتعمل لي التريد اوف او تقارن بين الايدج بريزرفيشن والدينويزنج عندي تمام كده. ده بالنسبه للسؤال بتاع الوينر، يعني بالنسبه للسؤال الوينر هتعمل فيه يعتبر زي الحاجات اللي اتعملت فين، اللي اتعملت عندك بالنسبه للمطلوبين اللي قبل كده، بالنسبه للتو فلترز بتوع الانفرس والسودو انفرس تمام. فهو ده بس اللي كنت محتاج انك تعرفه زياده. الوينر فلتر ده هتبدا تشتغل عليه بالنسبه للجزء بتاع اللاب ده، وفي الاخر هو بيقول لك ايه الحاجات اللي انت مطلوب منك ايه تسلمها في اللاب يعني عموما، او اللي هو عموما الحاجات اللي انت هتعملها لحد السؤال سي اخر حاجه في اللاب ده، هي دي الحاجات اللي انت هتعوز انك ايه، انك تسلمه تمام. هو اللاب ما فيهوش يعتبر اي حاجه بالنسبه للشرح، هي الحاجات اللي احنا قلناها المره اللي فاتت من الوورد فايل اللي احنا اللي انا بعته لكم مع ندى المفروض بعد الميتنج اللي فات. وبعد كده هنا كل اللي زاد عليك انك هتزود بس الكود بتاع او تحل المساله بتاعت الوينر فلتر دي، تكتب الكود بتاعه وتشوف المطلوب منها تعمله وتزوده على الايه، على التاسك بتاعت الايه، اللاب اللي فات، وتبعتهم مع بعض تمام. ده كده بس كان الجزء اللي ايه، اللي فاضل لينا في اللاب الاخير تمام. كان في ناس بقى عايزه تسال بالنسبه للبروجكت في حاجات ايه يا باشمهندس؟ تمام. هو دلوقتي انا يعني اول ستيب بعملها في ممكن الكود ان بس انا تعلي صوتك شوية؟ انا اول ستيب بعملها في الكود ان انا بحول الايمج لبلاك اند وايت، يعني بعملها ثري شولدنج تمام. تمام. المفروض ان النويز بتظهر لي ان هي دوتد كده تمام. تمام. هو يعني انا كنت بعمل على اللي هما الصورتين اللي كان نازلين مع الدوكيومنت، عشان بس ما كنتش عارف ان حضرتك بعت صور. تمام. طيب دلوقتي انا مثلا لما باجي اشيل ال لما باجي اشيل النويز دي بعمل فانكشن اسمها يعني اريا اوبن، المفروض ان هي بتشيل لي بيكسلز اقل من بيكسلز معينة، يعني اقل من يعني انا بحط من لها ليش رقم. معينة؟ يعني هو ده اصلا صح ولا ايه؟ عشان هو ساعات هو بيبقى يعني انت كده الفانكشن او الميثود اللي انت مستخدمها دي، هو انت بتدي له بيكس او بتدي له ثريشولد معين، هو بيعتبر ان الكومبوننت او الاجزاء الوايت اللي موجوده في الايمج اللي اقل من الريشيو دي بيعتبرها اكن ان هي نويز ويشيل. بالظبط. دي طريقه ما شغاله ما فيهاش مشكله، بس هو دي هتبقى مشكله لو انت شغاله في بروجكت تاني بيبقى عندك فيه الاوبجكتس الصغيره انت بتحتاجها في حاجات، فاهماني؟ يعني لو احنا بنتكلم مثلا عن ان انا بتكلم عن ديتكت اوبجكتس، مثلا ان انا عندي ترابيزه والترابيزه دي عليها شويه اوبجكتس منها زي الاستيكه، منها زي حاجات صغيره، فساعتها حاجات زي دي ممكن تفيل معاكي، بس بالنسبه اللي عندنا مش ما فيش اي اوبجكت اصلا بالنسبه لنا صغير، فدي بالنسبه لك مش هتبقى فيها مشكله، يعني هتبقى شغاله ما فيهاش مشكله.
ما هي الفكرة بقى ان انا مثلا انا بحط لها رقم معين في صورة، بتيجي في صورة تانية بتبقى عايزة رقم اكبر، فبالتالي بتبوظ. انا طب ماشي، انا هقول لك على حاجه. انت ممكن قبل ما تجربي اصلا تعملي خطوه الفلترنج بعد ما تحوليها لباينري زيروز وانز، ممكن تجربي انك في الاول اصلا تعملي ايمج انهانسمنت للصوره، تمام، وتريموفي النويز منها اصلا عموما فلترز عاديه قبل ما تحوليها باينري، يعني زي المين فلتر والميديان فلتر، شوفيها هتعمل معاكي ايه بالنسبه للنويز، تمام. يعني طبقي عليها الفلترز اللي هي بتعمل انهانسمنت وشوفي هتعمل معاكي ايه بعد ما تحوليها بقى للباينري وتشيل النويز، وجربي تعملي الفلترز اللي بتشيل النويز اصلا وانت الايمج بتاعت الكالر ده عاديه، وبعد كده حوليه بقى بلاك اند وايت وشوفي بقى الدنيا فيها هناك بقى النويز قلت ولا لا. وزي ما قلت لك، ما انت اكيد مش هتلاقي، فعلا هتحاولي تحطي ارقام هتلاقيها بتشغل صور وبتبوظ صور تانية. فده اللي بقوله لكم، ان انتم محتاجين تجربوا وتيجوا عند ستيب معينه مثلا كلكم هتجربوها لحد ما توصلوا مثلا للايدج ديتكشن، وتلاقوا ان في الكود اللي انتم بتكتبوه شغال على سي مثلا اربع خمس صور معظمكم مشترك فيه من التسع صور، فخلاص هنقول ان المعظم مشترك في دول، فخلاص الناس دي تبدا تكمل شغلها على الصور دي. يعني طيب، هو حضرتك بس ممكن يعني تقول لي مثلا يعني هو انا اجرب فلترز ايه بالظبط او كده؟ ما انا بقول لك انت يعني شوفي عموما بتوع الانهانسمنت، انت عندك حاجات زي الافريج، او عندك المين فلتر وعندك الميديا، كل دي حاجات ممكن تستخدميها وتشوفي هتعمل معاكي ايه، تمام. انا كان في فايل انا المفروض بعته للدكتور، ابعته لكم هنا دلوقتي. الفايل ده فيه كان قالت لي يعني ابعت لهم الحاجات اللي ممكن يبداوا منها، انك عادي بقى بتبدا تقرا ايمج، وبعد كده هنا حتى كاتب لكم نوت ان ممكن تحتاج ان انت بعض الفلترز عشان تشيل النويز، زي ما قلت لك بقى ان في منها الميديان والمين بيعمل انهانسمنت للصوره، تمام، وفي نفس الوقت في حاجات منها ايه وهي بتعمل انهانسمنت ايه بتريموف نويز، تمام. بعد ما بعمل كده بتبدا تحول الصوره بتاعتك للجراي سكيل، او تحوليها للباينري، شوف انت هتبقى شغاله بانهي طريقه فيهم، تمام. بعد كده بدات ان انا اطبق عليه اللابلاسيان فلتر عشان اعمل ايدج ديتكشن، برده نفس الكلام، انت لو طبقت اللابلاسيان فلتر، مش شرط اللابلاسيان، شوف هو هيشتغل على كام صوره، وشوف انت ممكن تعمل اكتر من صور، او الا الفلتر بتاع الايدج ديتكشن اللي هيشتغل على معظم الصور وتشتغل عليه. ما هو برضو الفكرة ان انا مثلا لما بعمل يعني لما عملت لابلاسيان فلتر، هو المفروض ان هو زود لي الشاربنينج بتاع الايمج، ف يعني في بقى يعني بارتكلز مثلا صغيرة انا مش عايزاها برضو زادت، مع انها يعني المفروض ان هي في ما ايه؟ كانتش تبع النويز اللي انا شلتها، يعني في بارتكلز صغيرة قوي، يعني مثلا الطريق او مثلا اللي هو اللي عليه العربيات ده، في ايدجز كتير كده ابتدت تظهر لما عملت لابلاسيان فلتر عشان انا زودت الشاربنينج. ماشي، لما عملت ظهر لك اكن في عندك لاينز ثانيه موجوده غير الايدجز الموجوده بتاعت السلوتس نفسها. ايه، انا مش سامع حضرتك كويس. بقول لك انت بتقول ان بدا يظهر لك شويه لاينز كده، هي نويز بس هو بدا يظهرها كلاينز عندك في الصوره. يعني حاجه شبه كده. تمام، ما انا بقول بقى ايه، ان زي ما قلت لكم ان انتوا مثلا عندكم مثلا الكومبوننتس دي، انت هتبداوا تشوفوا كل كومبوننت من اللي هيطلع لكم من الايدجز دي، هتبداوا تشوفوا كل كومبوننت طالع، هتلاقوا في معظم في كومبوننتس، ماشي. مثلا انا عندي مثلا لو عندي الصوره فيها خمسه لاينز المفروض للسلوتس، المفروض ان انا هلاقي عندي لو جمعت الاوبجكتس الموجوده عندي دي، هلاقي في منهم خمسه اوبجكتس، الخمسه اوبجكتس دول عدد البيكسلز فيهم موجود بقريبين من بعض في عدد، تمام، تمام، العدد بتاعهم قريب من بعض، فاعرف ان دول كده هم دول عندي الايه، هم دول الموجودين عندي، دول هم دول بالنسبه لي هم اللاينز، تمام. بس هو هيبقى يتبقى ان ممكن يكون عندي ايمج،
بس انا ما اعرفش ان هل هيبقى في عندنا images ما فيهاش خالص ولا لا. انا عايز نشوف بس هنا ثواني. هو انا عندي سؤال، هو ال connected components المفروض ان انا بحتاج اعمل لها RGB ولا لا؟ لا، ال connected components ما بتبقاش شغاله RGB، انت بتحوليها للجري سكيل او للباينري ريبريزنتيشن. يعني مثلا الايمج اللي عندي هنا دي اللي انا فتحتها، المفروض ان انا عندي هنا اللاينز هنا عندي بالنسبه للسلوتس، لما تيجي تعمل كونكتد كومبوننت هو عندي هنا هيبقى فاصل لي باين ان ده كومبوننت لوحده وباين ان ده كومبوننت لوحده لما تيجي تعمل كونكتد او لما تيجي تعمل ايدج ديتكشن. لكن مثلا عايز اوريكم حاجه اللي هو ممكن تبقى دي اللي فيها فعلا حاجه زي المشكله. يعني مثلا صوره زي الصوره دي، الصوره دي لما تيجي تعمل كونكتد او تيجي تعمل ايدج ديتكشن هتلاقيه في الاخر طلع لك ان كل السلوتس دي اكنها كومبوننت واحده. تمام، الناس فاهماني؟ اه. فمثلا صوره زي دي ممكن تبقى محتاج انك تعمل فلتر، الفلتر زي النوتش فلتر كده، ان هو يبدا يشيل لك الايه الجزء بتاع الانترسكشنز اللي موجوده عندك دي كلها عشان يعرف يفصل لك السلوتس دي كلها. زي فلتر ايه معلش؟ النوتش فلتر. النوتش فلتر تمام، بس انت ساعتها الصوره دي عشان يشيل لك الجزء بتاع الايه الانترسكشن اللي موجود عندك بالنسبه لللاينز بتاعت السلوت، عشان بالنسبه للهوريزونتال لاين ده المشكله اللي هو عاملها لي ان هو عامل كونكت للسلوتس كلها اللاينز بتاعتها مع بعض. تمام، يعني اشيل خط الهوريزونتال يعني صح؟ هو ما انت مش هتعرفي تشيليه، بس يعني ايه اللي هو انا مثلا انا هحاول يعني ايه ثواني، يعني هحاول مثلا ان انا هعمل النوتش فلتر على الاريا اللي موجوده عندي في الانترسكشن ده، تمام، بحيث ان انا في الاخر افصل الايه افصل اللاينز عن بعضيها. تمام، ده بالنسبه للحاجات اللي هي كونكتد. ليه؟ عشان لما اجي اعمل بعد الخطوه دي اجي اطبق النوتش فلتر فيشيل الاجزاء دي، اشوف بقى اعمله بسايز معين بحيث ان هو يخليهم كلهم مفصولين عن بعض. يعني ان انا في الاخر لما اطبق الفلتر ده وابدا اشيل الاوبجكت اللي موجود عندي في النص ده اللي هو عباره عن انترسكشن بينهم كلهم، اجي في الاخر اعمل الايدج ديتكشن واعمل كونكتد كومبوننتس مثلا، الاقي في الاخر اللاينز طلعت لي ايه مفصوله عن بعض. تمام، لكن بالنسبه للايمج زي ده بالنسبه للستيت زي الايمج اللي انا وريتها لك دي اللي هي يعني يعتبر رخامتها في الحته بتاعت اللاين اللي كان كونكتد بيهم كله. لكن حاجه زي كده مش هيبقى فيها مشكله، ان انا دلوقتي عندي كل لاين من دول وباين ان هو لوحده. تمام، طيب هو انا عندي سؤال، هو دلوقتي انا لما باجي اعد اللاينز يعني مثلا باجي اعمل لها كونكتد كومبوننت، هو ده مش هي يعني مثلا اللاينز اللي في العربيات مش هتتعد معايا؟ ما انا بقول لك اهو، بصي يعني مثلا انا عندي هنا اللاينز مثلا عندي ده لاين ماشي، لما اجي اعمل ايدج ديتكشن هيطلع لي ادي لاين وادي لاين بالنسبه لي ولاين ولاين، كل دي لاينز تمام كده؟ تمام، المفروض ان انا عندي كل لاين من دول، يعني مثلا انا لو جيت اشوف عدد البيكسلز بالنسبه لللاين ده هتلاقيها اكتر من عدد البيكسلز بالنسبه لللاين ده، صح؟ عشان انا ببعد، كل ما ببعد عدد البيكسلز هيقل. تمام، بس انا دلوقتي لو جيت حسبتها على الايمج او على اللاين الاصلي اللي في الاول عندي هنا ده، هبدا عن طريقه احسب البيكسل ريشيو. يعني ايه البيكسل ريشيو؟ اشوف البيكسل عندي هنا هي بتشغل قد ايه من الويدث بتاع الصوره. يعني زي مثلا الويدث بتاع الصوره كله مثلا 1000 بيكسل، اجي اشوف عندي البيكسل الواحده هنا بالنسبه للاوبجكت ده، يعني انا عايز اعرف مثلا عرض الاوبجكت ده، فهقسم عدد البيكسلز دي بتاعت الويدث بتاعت بالنسبه لللاين ده على بالنسبه للويدث بتاع الايمج كلها، فاعرف ان كده البيكسل الواحده بالنسبه للبيكسلز بتاعت اللاين الواحد المفروض انها بتمثل قد ايه من الصوره. تمام كده، وبنفس الطريقه دي كده لما هروح هناك هتلاقي ان انت عدد البيكسلز بتاعتك هتقل، بس هي قصادها
بتاخد نفس الايه، بتاخد النسبه من الويدث بتاع الصوره اقل، فهتلاقي البكسل ريشيو واحده. تمام. ده انا بقولك عشان ازاي تدركي ان اللاينز المفروض كده بتبعد، فهتلاقي الحجم بتاعها اصغر، بس هو في الاخر هيخليها ايه، هيخليها شغاله على الايه، هيخليها عن طريق البكسل او الاسبكت ريشيو بتاعتي، ان اللاين كل ما بيبعد عادي مش هيفرق معايا، عشان الويدث بتاع الصوره عندي ايه هيبدا يتغير. لو دي هتبقى عندكم بالنسبه لكم مشكله، عايزين تشتغلوا على اللي هم موجودين عندي في نفس الليفل زي كده مثلا، ونشيل مثلا من اول النص هنا، يعني نعمل كروب للايمج حاجه زي كده مثلا، ونشيل اللي هناك باعتبار ان اللاينز هنا تبقى قد بعض، مفيش مشكله ماشي. يعني مش لازم طبعا اعمل كروب دي وابعتها لكم تاني. فانت في الايمج دي في الكيس لما تنزلوا الايمج عندكم، تعالوا عند الصوره دي كده واعملوا كروب ليها، واشتغلوا على الجزء اللي تحت ده بس. هو احنا ما ينفعش نشيل الايمج دي اصلا، يعني حاساها كومبليكيتد اكتر عن التانيين دي. كومبليكيتد في ايه ده؟ يعني مع ان انا شايفها يعني اكتر واحده سمبل عنها، مش عارفه، حاسه ان هو مش باين اصلا فيها غير باركينج سلوت اللي قدامنا، ولا على الجناب مش هنعرف نقيس، مش هنعرف ايه قد ايه، يعني هي هتبقى ريشيو زي ما حضرتك قلت، يعني مفيش لاينز غير الاثنين دول قدامنا، وهم مش لاينز ستريت قوي، بس يعني بس مفيش اي لاينز تانية نقارن بيها، مفيش اي حاجه تانية نقارن بيها. يعني قصدك عشان انت في الاخر تعملي ايه، ان انت تعرفي عدد الاماكن الفاضيه، وهو اصلا مش هيبقى عندي غير هنا غير سلوت، والتو سلوتس التانيين مش كاملين في الغالب. ولو حتى هنقبل حتى بريشيو معين، مفيش حتى لاين تاني اقدر اقارن تقارني بيه. ماشي، ممكن في الاخر انت هتطلعي لي هنا، لو مش عايزه بالنسبه لك الريشيو هنا بالنسبه للصوره دي، يعني بس ان انت عشان حته ان مفيش اي هنا لاين تاني هيقارن بيه، فخلاص ممكن تشتغلي على اللي قدامك هنا بس بالنسبه للايمج دي بس يعني. لكن لو انا بالنسبه لاي ايمج عموما، لما هاجي عند الجزء بتاعي هنا ده مفيش اي لاين هقارن بيه، فخلاص اجنوري الايه الاجزاء بتاعه الريجنز دي، وخليكي على اللي قدام او اللي واضح كله قدامك بس. تمام كده، كحاجه يعني تسهل اكتر، خلاص اشتغلوا على السلوتس اللي هتلاقي فيها اجزاء متشاله، خلاص ما تاخدوهاش معاكم في الاعتبار. تمام، شكرا. تمام، يبقى الناس كده عرفت خلاص. بالنسبه للايمج دي هتعمل لها كروب، وهتشتغل اعتبر ان ده كده عندي سلوت واحد فاضي، وهعتبر ان الريجنز عندي دي مش موجوده. تمام. طيب هو انا برضو يعني عندي برضو سؤال، هو المفروض ان ال connected components بتطلع لي في matrix صح؟ ال connected components بتطلع عبارة عن matrix. تمام كده، كل matrix فيها بتعبر لي عن عدد ال objects الموجودة عندي في الصورة، وكل object منهم بتبدأ تعرض لي عدد ال pixels اللي موجودة فيه، أو ال pixels اللي موجودة فيه موجودة عند x كام و y كام. طيب هو أنا بقى يعني هعرف منين ان ال pixels دي بتاعت ال line؟ ما انا قلت لك اهو، احنا هنشوف دلوقتي البيكسلز اللي موجوده عندي، ان انا عندي بيكسلز موجوده مثلا بعدد معين، يعني مثلا هقول ان دي الاوبجكت ده واخد مثلا 200 بيكسل. تمام، والبيك عندي اوبجكت تاني واخد 200 بيكسل برضو. تمام، هتقول طب ما ممكن يكون عندي اي اوبجكت بالصدفه واخد نفس الفاليوز او نفس عدد البيكسل، هتشك ان كل الفاليوز اللي موجوده فيه تكون ليها نفس الايه، نفس الكالر فاليو اللي هي الوايت عندي هنا. تمام، اعتقد ان انا عندي هنا الصور اللي انا بعتها ما فيهاش غير وايت تقريبا ويلو، فهتشك ان العدد. حد بيتكلم؟ لا تمام، اتفضل اسمعني. تمام، فهفترض ان العدد موجود عندي هنا فرنج معين، يعني مش هقول ان العدد برضو يعني شارب هو 200 بيكسل، بس هقول ان هو فرنج معين مثلا بين ال 200 وال 210 او كده. تمام، وان الكلر بتاعه وايت، كل البيكسل عباره عن وايت مثلا او عباره عن يلو بالنسبه للايمج زي دي. يعني انا اللي هفترض الرقم ولا ايه؟ على حسب الكومبوننت بتاعك بقى، انت هتلاقيه طالع، يعني انت مثلا كل كومبوننت منهم انت هتاخديه هيطلع لي كل كومبوننتس عدد البيكسلز فيها قد ايه وكده،
خد الكومبوننت ده وعدي لقيت هو ده فعلا اللاين، يعني لما تعرضي عندك قدامك هتلاقي ان هو ده شكل اللاين فعلا، ان هو ده اللاين خلاص، تشوفي عدد البكسلز بتاعته تمام، وابداي خدي اعدادها قد ايه بالنسبه لل يعني كام بكسل، وهيبقى يشتغل على الريجن ده من الايه من الـ او على الاريا دي من الايه من عدد البكسل. يعني انا المفروض لما اعرض الماتريكس المفروض ان انا اشوف الكالر يعني اشوف الاليمنتس اللي الكالر مثلا بتاعها يلو والبكسلز بتاعتها قد بعض ولا صح كده ولا قد بعض قريبين من بعض في يعني في العدد. تمام خلاص تمام. هو كونكتد كومبوننت برضو يعني لازم تقريش وتفهمي اكتر عشان تعرفي هو شغال ازاي. تمام. طيب هو يعني المفروض ان انا بعد ما اطلع اللاينز بقى يعني هعمل حته ان انا اعدي على اللاينز واشوف هي بينهم حاجه ولا لا ازاي؟ المفروض ان هو اللاينز اللي بيطلعها لك هو بيقول لك هي موجوده ريبريزنتيشن في اكس واي اكس كام واي كام. تمام. فانا اكني هعمل لوب، هاخد عندي اكس واي قصاد بعض وهعمل لوب ان انا همشي امشي اجيب البكسلز اللي موجوده بينهم. تمام. البكسلز اللي موجوده بينهم لو هي كلها واخده نفس الكلر هعتبر ان هو كده المكان فاضي. لو لقيت ان في نسبه كبيره الكلر بتاعها متغير هعتبر ان ده كده في اوبجكت فالمكان ده كده مش فاضي. تمام خلاص شكرا يا باشمهندس. تمام شكرا ندى. بس انا هقول لها اتاكد لو انت موجوده ندى بس ابعت لهم اللينك تاني بتاع الايمجز وانا هسال الدكتور على توزيع الدرجات وهبعتها لندى تبعتها لكم برده. ماشي تمام شكرا. انا هبعت لكم برده هنا دلوقتي الفايل اللي هو كان فيه 3 4 سطور كود اللي هو يعني الخطوات اللي انتوا المفروض اي حد هيبقى بادئ بيها اكيد، يعني هو مش لازم هم دول بنفس الاسم، انت ممكن عادي تغير تستخدم فلتر مختلف او كده، بس هي دي البيزك ستيبس يعني. مش هاخد بس الاتندنس وابعته لكم دلوقتي. طب مش مهندس لو حبينا عايزين نتواصل معاك في النص واحنا شغالين او كده لو حاجه وقفت نقدر نتواصل على تيمز ولا؟ نعم لو حبينا نتواصل مع حضرتك بس في النص واحنا شغالين لو حاجه وقفت او كده نقدر نتواصل مع حضرتك ازاي؟ بصوا يعني ممكن يعني تبعتوا يعني لو انتوا عددكم مش قليل بدل ما اقعد ارد على كل واحد لوحده نخش ميتنج ونناقش فيه المشاكل الموجوده عند معظم الناس بحيث ان كل اللي عنده مشكله الثاني يعرفها ويشوف ممكن تتحل ازاي. ماشي. فممكن تبقى تبعته لندى وندى هتبلغني تقول لي ان احنا عايزين نخش مثلا ميتنج كذا والناس يعني عايزه تقعد مع حضرتك عشان تسالك في شويه حاجات. اقول لكم خلاص ممكن نخش واحدد وقت ونخش فيه. هو بس الفكره ان يعني بيبقى كل واحد شغال في وقت مختلف عن الثاني طب خلاص ممكن خلاص ممكن بس نشتغل على الميل الناس معاها الميل. ممكن حضرتك تبعته تاني. خلاص ماشي. هو انا بس الشات هنا معمول ان هو مش انيبلد ان انا ابعت حاجه. طب باشمهندس ممكن تبعته لي وانا هبعته للناس. انا هبعت لك الفايل اللي قلت لكم عليه ده وهبعت لك برده الميل دلوقتي تعمل لي فورورد للناس. تمام تمام ماشي. اخد بس الاتندنس ثواني. Thank you.